تعمون صوت الأغلبية الصامتة. السنة الثالثة جابوا له هو حاليا بالسنة الثالثة جابوا له من السنة الثالثة والسنة الرابعة وأبدا أسئلة تعجيزية وما أعتقد اللي حطها أنه صاحب ضمير. هذا مش صاحب ضمير وهذا مش من مايله واحد بالمليون انتباه للبلد. أنا ابني مين مسؤول عنه راح ينذبح باليمن؟ مين مسؤول عنه؟ مين اللي يذبحه؟ وين الجامعة الفاتحة باليمن؟ كل يوم ناس يموت. هسه قبل شوي واحد قال لي في طالب انطخ. فتنا على الامتحان تستلم الورقه، اول سؤال والله عيلك الله مش عارفه، ثاني سؤال مش عارفه، ثالث سؤال ايش بتلمح فيه. يعني الان الاعلان على الامتحان على انه جنرال اكزامينيشن، اجالك امتحان صلب جدا، امتحان فيه زميل وتو انا بدرس طب يا زلمه، هو انت وزير تعليم عالي وعميد كليه الطب تمتحن فيزياء هندسه لواحد بدرس طب جاي تجيب لي اياه كمان اسئله رياضيات، كيف عملت الحركه؟ هذا اول شيء، الان بالحركه اللي عملها الشعب كله صار معاه، ليش؟ لانه بين انه الامتحان سهل وطلبه الطب هم غير قادرين على دخول، وبيعلن عن معدلات 70، وين طلاب الجامعات الاردنيه اللي امتحنوا معنا؟ يوريني طالب جامعه اردنيه بين الشباب كلها الان امتحن معنا ولا في لا طالب من الجامعه الاردنيه. يعني هاي الاسئله هي عباره عن تلاعب من وزير التعليم العالي اللي حرام يكون وزير تعليم عالي، هذا ارهق الشعب الاردني، الان هذا الوزير لعب بالمكرمه الملكيه السامية، ومن يتجرأ على اللعب بالمكرمة الملكية السامية فعليه الرحيل. اضطريت اني اطلع مصر، طبعا دفعت قصة الجامعة وكل شيء، وهلا يعني حتى لو طلع هون هلا القسط ما راح يرجع، هذا كله بسبب المماطله. اجينا على الامتحان، انا اجيت من مصر وانا داومت بالجامعه ورجعت من مصر على امل يعني على امل انه يطلع لي مقعد بعمان بالجامعه الاردنيه حسب ما اجى اسمي بالتوزيع، والواحد يرتاح من القصه هاي كلها. دخلنا على الامتحان يعني معنويات عاليه على اساس انه ان شاء الله يعني الامتحان يكون سهل، الناس يعني الناس اللي حطوا هذا الامتحان يراعوا انه احنا لنا 7 أشهر قاعدين بدون دراسه. طبعا حددوا لنا المواد تقريبا قبل 3 أيام لـ4 أيام، ماشي. المواد كانت عباره عن احياء وكيمياء وفيزياء، انا باليمن ما درست لا احياء ولا كيمياء ولا فيزياء، درست اناتومي تشريح وجبت فيها 100 من 100، وبايوكيمستري اللي هي كيمياء حيويه جبت فيها 91، وهيستولوجي اللي هي علم الانسجه، تمام. اجينا على اساس اننا نقدم امتحان يراعي الظروف اللي احنا طالعين منها. طبعا اجينا دخلنا على الامتحان بديش يعني شبه تعجيزي، يعني في اسئله قليله جدا لا تكفي للنجاح، كانت سهله لكن الكم الاكبر من الاسئله كان شبه تعجيزي. لا يجوز عمل امتحان لطلبه معترف بجامعاتهم من قبل وزاره التعليم العالي. وزارة التعليم العالي ابتعثت أبنائنا ووافقت على ابتعاثهم إلى هذه الجامعات بناء على أنها معترف فيها، فكيف الآن أنت بتجيبهم بتقيمهم بناء على امتحان؟
إذا بدك تمتحنهم ما في داعي تبعثهم، كان بعثنا على جامعات معترف فيها وشهاداتها معترف فيها. وبعدين خريجين هاي الجامعات بيجوا للأردن بعد 4-5 سنوات تعترف فيهم وزارة الصحة وبيصيروا أطباء. صعوبة الأسئلة هو طبعا التفاف لعدم قبول هؤلاء الطلاب وتطفيشهم، والعبارة امتحان كان مزاجي. جلال سيدنا أكرمنا بمكرمة ملكية سامية بقبول جميع الطلبة في الجامعات الأردنية، صار تلاعب من قبل وزير التعليم العالي شايف بعمل الامتحان هذا مشان تطفيش هؤلاء الطلبة. بكثر المماطلة من قبل وزارة التعليم العالي قررت اني اسافر على اليمن اكمل دراسة هناك، لانه انا شفت انه ما فيش دراسة، مش راح يطلعوا قرار. طلع القرار يوم الاربعاء بالليل، حجزت يوم السبت ورجعت من اليمن يوم السبت. انا جاي اقدم الامتحان على امل اني انقبل هون ونطلع من الازمة اللي احنا فيها هناك. الجامعات مسكرة وقاعدين نستنى، وقالوا امتحان مستوى. شو يعني امتحان مستوى؟ امتحان بسيط بقيم الطالب مش بيعجزه. انا فتت على الامتحان طالب سنة ثانية معدل 92.5 بالتوجيه، فتت على الامتحان في 100 سؤال، انا طالب طب سنة ثانية، قالوا بدهم يمتحنونا باناتومي هيستولوجي فيسيولوجي التشريح والمواد الطب سنة اولى، وقالوا البعض من الفيزياء والكيمياء اللي اصلا ما لهنش داعي احنا بناخذنش باليمن. اجا 100 سؤال 200 سؤال هنا 100 سؤال فيزياء وكيمياء ما حليتش منهن، مش عارف منهن ولا شيء، صرت عشان نص شنيس. والمئة سؤال الثانيات تعت لنا من مواد الطب التشريح والهاي، في منهن اجا معقول وفي منهن اجا تعجيزي تعجيزي تعجيزي، يعني اشياء ما اعرف شو بدي اجاوب، مش فاهم يعني مش فاهم شو بده، اكثر من جواب مش عارف شو اجاوب. يعني الامتحان بالمختصر تعجيزي، بدهم يطلعوا من بدهم يبرعوا ذمتهم يقولون هاي قدمنا لكم امتحان وهي كرسبت ولا واحد نجح. الاسئله كانت صعبه كتير، والاسئله ما كانت من ضمن المواد اللي هم تقدموا لها بجامعاتهم. يعني مثلا طلاب سنه اولى تقدموا اليوم بمواد مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء، وهم اصلا درسوا في جامعتهم مثلا التشريح والانسجه والكيمياء العضويه. هلا انك تيجي انت تفاجئ طلاب انه خلال 48 ساعة بدي امتحنكم بثلاث مواد، الطلاب في الجامعة الاردنية بيدرسوا فصل كامل حتى انه يستطيعوا انه يتخطوها، هذا باب يعني هذا ضرب من المستحيل. واعتقد انه كل من سيتقدم سوف يواجه الرسوب الاكيد. يعني ابني سجلته في مصر وهدينا نفسيته، وبعدين اعلنوا عن هذا الامتحان وانا ابني معدله 92.5 بالتوجيه، بعد ما هديت اموره ردينا جبنا الولد مشان يقعد للامتحان. انا ما بعرف اذا راح تكون الضربه النفسيه القاضيه هلا. احنا فتنا امتحان والله ما ندري اي شيء، ولا كتبوا انه شو امتحاننا. تعمون صوت الاغلبيه الصامته.